فقالوا سمعا وطاعة يا أنيس بيه، سمعا وطاعة يا أنيس بيه. وبدأنا نلعب. موضوع تاني برضو الله يرحمه الأستاذ فريد شاوي، كان بيجي يلعب ممثل كبير طبعا. كان في ناس كتير ممثلين ولعبت الكرة أغلبيتهم كلهم يعني المبطلين كانوا بيجوا يلعبوا فريد الشمس. كانوا بيجوا يلعبوا فريد الشمس. فالمهم الأستاذ فريد شاوي كان في أحد البرامج بيسألوه يقولوا له يعني أنت إيه هواياتك غير التمثيل؟ فقال لهم أنا كابتن فريق الشمس. فسمعوا أنيس، أستاذ أنيس عطية، سمع فريد شاوي بيقول أنا كابتن فريق الشمس، كابتن فريق الشمس. فالمهم إيه، هو كان إيه فريد شاوي يوم بقى من الأيام يعني يلعب. بيلعب داخل الملعب أوضة اللبس، فهو شافه فرح قال ده بيقسم بقى الفرق ده هنا وده هنا وده هنا وده العاب ورحنا لاعبين. فجي فريد وقف بقى بره، يا أنيس بيه يا أنيس بيه، ما بيردش، يا أنيس بيه ما بيردش، 7-8-10 مرات. فالمهم راح ايه اخر مره قال له وقف اللعب، وراح قال له عايز ايه يا فريد؟ قال له انا عايز العب لمده ربع ساعه بس. قال له انت مش هتلعب النهارده، ولو ندعت عليا مره ثانيه مش هتلعب طول حياتك. لازم تقدم اعتذار الاول انك قلت انا كابتن فريق الشمس. فطبعا كان يعني كانت لعب مع الروح الفكاهيه اللي كانت ذكريات حلوه طبعا. الشخصية لدكتور حسن مصطفى، المدام